ان شريف منير انا بحترمه جدا جدا، لان هو انحاز لبنته، انحاز لدعم بنته، ما تجاهلش الموضوع، ما عملش حسابات ان انا نجم ومش عايز ادخل في خناقه مع الناس عشان ما اخسرش جماهيريتي، عشان ما اخسرش نجوميتي. لا، هو دعم بجد، وعمل فيديو اكيد انت شفتيه وكل بايدي عشان يقول ان انا حر، يعني انا في اكبر مطاعم ممكن اكل بايدي، في اي حته ممكن اكل بايدي، دي طريقتي، دي حاجه مريحاني. ما تضايقش في بيتك، في مطعم، في اي مكان، انت تبقى براحتك. فهو عايز يوصل رساله ان بنتي حره انا عندي وانا وجهة مبسوط نظر اخرى منها. في موضوع شريف، يعني هو صديق عزيز. انا كنت شايفة ان ما كان هو مش محتاج ان كان يرد. ليه لا، محتاج يدعمها. انا يدعمها؟ حتى هي لو، ما عملتش، يا حتى لو جماعة هو هي حزين، البنت ما يعني عملتش حاجة انا غلط عشان احساسي ادعمها. ان هو حزين نتيجة رد فعل الناس لا، اللي غير اصل مبرر، هو غير نفسه، انهم عدوانيين. اتعرض لكذا موقف كان قدام منتهى الظلم، وقدر ان هو يطلع ويقول الكلام ده. فكرة ايه؟ فكرة ان انا وجهة نظري، وده برضو حرية شخصية، هي البنت اسماء ما عملتش حاجة غلط. انا شايفة ان اسماء عملت ايوه، شيء هو طبيعي ايوه، جدا. بس لما الناس تنمرت فكرة عليها ان لازم انا هو يقف ويدعمها زي بالظبط كأب. منا، لو منا مثلا جت عملت حاجة وانا طلعت قلت لا والله انا شايفة ان منا ما عملتش حاجة غلط، هي الفكرة في ايه؟ هو انا متأكدة ان منا ما عملتش حاجة غلط، واخبطوا راسكم في الحيطة. اخبطوا راسكم في الحيطة دي جاية من ايه؟ ان انا ما ما اعملش، هو، طب ما هو، مش هو ده محتاج اللي اعمل عمله. ده. وجهة نظر عارفه، لو هو كان طبعا، هو حر. بالعكس، هو ما عملش، هو عمل حساباته كأب مش حساباته كفنان. كفنان كان هيتجاهل عشان ما يخسرش، عشان حاجات كتير لحسابات اخرى، لكن هو ما دخلش في الحسابات دي. والله بالعكس، ولا كأب ولا كفنان، لا، هو هو البنت. كأب دعمها كان انا اللي لازم عندي حمله شرسه عليها، وفي تعليقات غيره يعني غيره غيره كارثيه. غيره، وممكن يكون حد متضايق لا، منها، عملت لا، هو مشاكل مع عنف حد، فحد وعدوان، مسلط حد مش، عليها. لا، هو مش غيره، هو الناس الفكره عندها كبت وعنف انا اللي عاجبني فيها فبتخرجوا. بقى اسماء شريف منير، رساله مننا لو يعني سمحت لنا، اوعي تردي، اوعي يجروكي لرد، اوعي تنزلي لمستوى انك تعملي حتى فيديو يعلق انت قصيت شعرك او حلقتيه. انت حره، اعملي اللي انت عايزاه، احلقي، لوني. انا لو منك اعمله بيربل واعيش حياتي، لان انا فن، احنا في الصيف، عيشوا حياتكم. بس انا عايز، اوعي تعلقي. طبعا ما تعلقيش، انت حره، كل واحد حر، كل واحد يحترم، ما نقحمش نفسنا في خصوصيات صح، الناس، ما نتجرأش على الناس، ما نهنش الناس، ما نحتقرش الناس، ما نزدريش الناس، دي مش اخلاق. كل واحد خليه في روحه. عارفة. ولكن خليني بس افرق بين حاجه. اسماء عملت كده، هي شخصيه شهيره على السوشيال ميديا، حره، اي حد يعمل ده هو حر. ولكن لو حد بقى زي حضرتك بيفكر ان هو يعمل كده، لا، هنا بقى يبقى في نقطة. ليه؟ لان في فرق بين عملي كممثلة او كنجمة سوشيال ميديا او خلاص خالص، وان انا كمذيعة. لا، ما عشان احنا، انا عشان انت مذيعة فاشل. حبيبتي، لا، فما ينفعش انا على شاشة الناس اللي بتتفرج عليا ليهم انا حق عندي، ليهم اليوم ضريبة عليا، انت ما مش ينفعش هتنزلي اطلع اعمل، احلق انت مش شعري واطلع هتنزلي. لهم. انا لو انا لا، حرقت شعري طبيعة المهنة هنا هوريكم، تختلف. انا لو طلب لو حرقت شعري زي ومع ذلك اسماء وانا ليكي كل اتمنى، الحرية، بس انا بقول لك هوريكم مجموعة طبيعة المهنة حلقان لازم انا شارياها نحسبها. جديد، وهغير ستايل بتاع لبسي لدرجة انكم هتقولوا واو، وهيبقى ترند، وتبقوا تقولوا مفيدة قالت.